صدق الله مولانا العظيم الأخ الأمين العام أستاذ حميد شباط المحترم، الأستاذ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية قيادة حزب الاستقلال، أخوات الإخوة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حضرات المناضلات والمناضلين لحزب الاستقلال، باسمكم جميعا نرحب بالأستاذ حميد شباط. سي حميد عزيز عليه هذه المدينة وعزيز عليه الوجادة والوجديات، ومنذ أصبح أمين عام وهو يطلب أن يأتي إلى مدينة وجدة ونبرمج، ولكن تأتي الظروف والأجندة عامة وما قدرش، ولكن الحمد لله اليوم هو والقيادة الحزبية والفريق كلهم ضيوف عندنا، نتمنى لهم الصحة والعافية ومقام طيب في مدينة وجدة. حزب الاستقلال اللي كيجمعنا اليوم عنده 80 سنة، هاد 80 سنة احتفل بها طيلة 2014، احتفل بها عبر ربوع المغرب، أقدم حزب في المغرب، أعرق حزب في المغرب، أنظف حزب في المغرب. علاش؟ لأن السور الشرفاء في وقت السلاح، السوه الوطنيين في وقت اللي كانوا الناس يخافوا يهضروا على السياسه، السوه بواتنا وجدودنا اللي كان القرطاس يلغى في الشوارع، ما اسوش في الصالونات، ما اسوش واستغلوا الدين. احنا حزب الاستقلال هو اللي حرر الوطن وحرروا باسم الدين الاسلامي، لانه انا ذاك كانوا غير المسلمين اللي كيحكموا، أنا ذاك كان يحق لنا أن نتكلم وأن نقول أننا حزب إسلامي. اليوم هذا الحزب يحتفل ب 80 سنة وجا لوجدة، لأنه البرنامج أعطونا شهر سبتمبر هو الشهر ديال الجهة الشرقية وديال مدينة وجدة في الاحتفالات ديال حزب الاستقلال. هذا المجيء ديالهم فيه 3 أيام، بالأمس كنا في مدينة السعيدية وهضرنا على السياحة وعلى الاستثمارات، اليوم في الصباح كان الإخوان والأخوات والأمين عام في بركان وتذكروا على المخطط الأخضر وتذكروا على العالم القاري، واليوم في وجدة جاء باش غادي نهضروا على الوحدة المغاربية. مدينة وجدة اليوم ما يمكن لك تجي وما تتأسفش أنه من تدوز 5 كيلومتر تجبر الحدود مسدودة، ما يمكن لك تمرض ويقيس في الألم، على أساس أنه كنا نتمناه وصاحب الجلالة جل هذه المدينة والمجهودات كلها دارت باش تكون عاصمة ديال المغرب العربي، تكون مدينة وجدة هي النوار ديال المغرب العربي، ولكن على الأسف مازال هذا الحلم ما تحققش. كنا نود أن نذهب إلى الحدود من أجل تذكير الإخوان الجزائريين، يذكرهم حزب الاستقلال، الحزب الذي ناضل إلى جانبه، بواتنا مشاو للحبس مع الجزائريين من أجل تحرير الجزائر، والجزائريين مشاو للحبس وماتوا من أجل تحرير المغرب. ما يمكنش يفرقونا السياسيين، ما يمكنش يفرقونا الجنرالات، ولهذا جينا باش نقول لهم نحن إخوان ولسنا أعداء. والناس اللي عندهم قصر النظر واللي حابسين مساكن الانتخابات والهاجس ديالهم هابلين اللي عند نتائج الانتخابات وقالوا بلي جينا نديروا الحمله، نحن اعلى واقوى من ان ناتي الى الحدود ونقوم بحمله انتخابيه. احنا حزب عنده 80 سنه، احنا جينا اليوم كضمير الامه ننادي الجزائريين ونقول لهم بغينا الوحده المغاربيه. هادشي علاش الامين العام جاء لمدينه وجده وكان باغي يمشي بجوج بغال، وهاد جوج بغال الاسم العار، هاد الاسم العار اللي كنحملوه في الحدود ديالنا
حزب استقلال الأمين العام لكي ينادي بالتغيير دياله. وقدمنا عدة أسئلة في البرلمان، ما فهمش علاش المغرب تشبث بجوج بغال، ويمكن هذيك جوج بغال هي اللي جايبة النحس لهذا الحدود. حيدوا علينا هاد الناس، حيدوا علينا هاد جوج بغال، حنا خوت. هذا الاسم يجيب لنا، هذا الاسم داير لنا التبهديل، هذا الاسم حشومة وعار يكون، وحشومة أننا نتشبثوا به. حضرات السيدات والسادة، هذا اليوم إن شاء الله غادي نتذكروا على الاقتصاد المغاربي وعلى البعد الاقتصادي المغاربي. هذا النهار بغيت باش نستمعوا الأساتذة الجامعيين على أساس أنهم يقولوا أنه كان كانت الوحدة المغربية كيفاش حنا نستافدوا كشعوب، كيفاش يكون المغرب العربي. نشكروا كذلك الأساتذة اللي حاضرين معانا. هذه الحدود خصنا نهضروا عليها. بدي نعاود لكم واحد القصة مؤلمة وقعت هذه يومين. واحد السيد كنعرفو أمه جزائري، هو مهاجر من المهاجرين اللي دخلوا المجتمع، ساكن هنا، مرته جزائرية، أمه جزائرية ومرته جزائرية، ودخلوا مرته وبنته وولده دخلوا للجزائر على أساس أنهم ما تقدرش وما عندهمش الإمكانيات باش يمشيو في الطائرة، ومشاو عبر طريق الوحدة. هاد البنيته عندها 21 عام، مشات تسجل في الميدسين على اساس انها جزائريه، ومشات تسجل في وهران في تلمسان. البارح جايين على الطريق الوحده اللي هي الطريق اللي ماشي قانونيه، كتقلب بهم السياره وكيموتوا، كتموت بنت عندها 21 عام والام ديالها، وكاين الولد اللي عنده 13 عام اليوم في الكوما، ومع الاسف الوالد ديالهم ما يقدرش يدفنهم في المغرب لانه مشى بطريقه غير قانونيه ومشاو دفنهم في الجزائر. وكان كانت الحدود محلولة واش هاد الشيء وقع، وكان كانت الوحدة المغاربية وخوتنا الجزائريين ما معقديش من المغرب هاد الشيء وقع. هاد الشيء داك الناس اللي قالوا احنا بغينا نديروا الانتخابات، هاد الشيء علاش اجتمعنا، اجتمعنا باش ما يوقعوش هاد المآسي اللي ماتوا هما خوتنا واللي كيموتوا هما خوتنا. ما بغيناش هاد الشيء يستمر، بغينا المغرب والجزائر يعيشوا خوت. الشعار اللي قبلتكم، بغينا نفتحوا قلوبنا كما قبل ما نفتحوا حدودنا، بغينا نتذكروا الماضي ونجعلوه اساس للمستقبل. كما فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه عاش مع المناضلين الاستقلاليين ومع المواطنين المجاهدة والمجديات وعاونوه وتعاونوا من اجل الاستقلال في الجزائر، بغينا حتى احنا بغينا كذلك مع الإخوان الجزائريين والمغاربيين كلهم نأسسوا لمستقبل ديال الوحدة المغاربية ومستقبل المغرب العربي، ويكون اقتصادنا قوي، ويكون اقتصادنا ينافس اقتصاديات العالم. في الأخير نتمنى لهذا اللقاء النجاح. غدا إن شاء الله كاين لقاء جماهيري أكبر، هذه فقط ندوة. غدا في القاعة المغطاة المغرب العربي غادي يكون عندنا إمكانية باش يحضروا عدد كبير من المواطنات والمواطنين من المنطقة الشرقية ومدينة وجدة. قبل ما نعطي الكلمة للأستاذ حميد شبات الأمين العام لحزب الاستقلال، أريد أن أرحب بكل الأحزاب الصديقة، أحزاب ديال مدينة وجدة اللي جاوا لباو الدعوة، ونقول لهم مرحبا بكم في حزب الاستقلال، مرحبا بكم عندنا. واللي ما حضروش واللي ما شافوش نقول لهم حزب الاستقلال قوي، وحزب الاستقلال ان شاء الله هو الاول، وما تحلموش بجدة الديوان. شكرا.